سيدة تقول: أحيانا أستمع إلى الأذان وأنا حائض، فهل أجيب المؤذن؟ وزوجي يستمع إليه وهو على جنابه، فهل يجيبه أيضا؟ إجابة المؤذن لا يشترط لها الطهارة، فتصح من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنها ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. ولكن تكره الإجابة للمؤذن إذا كان الإنسان في بيت الخلاء أو في عمل يسن فيه عدم الكلام، والله أعلم.